السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم سنأخذ مثالا حول معادلة الاستمرارية، والمثال يقول: ما يجري في منظومة موضحة بالشكل الأدنى، هذا الرسم الموجود أمامكم، من المقطع A إلى المقطعين E و F مرورا بالمقطعين B و C، طبعا بأقطار مختلفة. أكمل البيانات المبينة بالجدول الآتي. شنو هي البيانات اللي يريدها؟ يريد أول شيء، طبعا هنا إذا نرمز للقطر بالD والمعدل الجريان Q وللسرعة V أو نيو. هنا إيش راح يصير عندنا؟ يريد من عندنا ال Q1 مجهول، ويريد عندنا ال Q2 مجهول، ويريد عندنا ال V1 أيضا مجهول، يريد عندنا ال D3، ويريد من عندنا ال V4 السرعة الرابعة. هذني المجاهيل اللي هو يريدها. زين، فخل نجي نشوف شو راح ينحل هذا السؤال. طبعا هنا بما انه عندي اقطار متغيرة او مساحات متغيرة وعندي تصاريف منطيني تصاريف ومنطيني سرعة، اذا راح الجأ الى معادلة الاستمرارية. معادلة الاستمرارية مثل ما تعرفون شو تقول؟ تقول Q1 يساوي Q2، زين، ويساوي ايش قد ما عندك انت من المساحات المختلفة للأنابيب. زين، هنا بمثالنا هذا، هاي المعادلة العامة. مثالنا طبعا قبل ما ندخل مثالنا، ال Q1 ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي ال A1 في V1، يعني مساحة المقطع العرضي للأنبوب في سرعة الماء الذي يجري داخل الأنبوب. وهنا ايش يساوي لي؟ A2 في V2، ويساوي لي AN في VN. زين، هاي المعادلة العامة. هسه نجي المثال مالتنا، شنو المطلوب به المثال مالتنا؟ هاي خلينا نخلي جواب آخر. المثال شي يقول؟ يقول Q1 اللي هو المقطع A يساوي Q2. زين، ما نقدر نقول يساوي Q3 ويساوي Q4. زين، ليش؟ لانه عندنا تفرع. من عندي تفرع يصير معناته لازم اجمع، فاقول يساوي Q3 زائدا Q4، وهي هاي معادلة حفظ الكتلة. زين، هسه نجي نخلي نطبق انه هذا Q1 شي يساوي A1 V1 ويساوي A2 V2 ويساوي A3 V3 زائدا A4 V4. الآن ها عندي المعادلة. زين، نجي هسه على المجاهيل الموجودة. يعني شو يريد من عندي؟ أول شيء نبديها بالسرعة، يريد من الـ Q1، هذا الـ Q1 يريده. زين، الـ Q1 شو يساوي لي؟ ها، يريد الـ Q1 ويريد الـ V. فنجي نستقول يابا ناخذ اول جزء من المعادله. فش نقول؟ نقول Q1، Q1 خليه باللون الاحمر حتى ابين انه هو مجهول. Q1 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي Q2. زين، Q2 ايش قد؟ Q2 ما عندي، لكن عندي المعطيات مالته اللي هي القطر، زين، وعندي السرعة. القطر أطلع منه المساحة، زين، والسرعة هي حستخدمها بالقانون. زين، المساحة هنا راح أكتب القانون مالتها. المساحة شو يساوي؟ مساحة الأنبوب الدائري يساوي باي دي تربيع على أربعة إذا الطاق قطر، أو يساوي آر باي آر آر تربيع إذا الطاق نصف قطر. زين، فهنا شو أكتب؟ هسه رأسا راح أكتب هنا الكيو، هنا اكتب باي يساوي الباي دي 2 تربيع على 4، هاي المساحة الثانية اللي هي A2. هاي A2 اجيبها هنا، زين، خليها بين قوسين. في ال V2 ايش قد موجودة عندي؟ اجيبها هنا بس.
من اجي اعوض هسه الان شو راح اقول؟ اقول و يساوي الباي هذا ثابت، الدي دي 2 ايش قد؟ الدي 2 150 العفو 300 مليمتر. زين انا هنا عندي مليمتر وعندي متر مكعب وعندي متر، فاني ياهو الابسط احول المتر الى مليمتر، لا احول المليمتر الى متر، طبعا احول المليمتر الى متر اسهل لي. زين فاحول هنا اي شيء اقسمه، من اريد احول مليمتر الى متر يعني مثلا 1 مليمتر، من اريد احوله الى متر شو اسوي؟ اضرب في معامل التحويل، المليمتر هنا بالبسط اخليه بالمقام، والمتر اخليه بالبسط، 1 متر يساوي 1000 مليمتر، فاي مليمتر تقسمه على 1000 راح يتحول الى متر. زين هذا هنا راسا راح انزل، فاقول باي في 300 على 1000 زين تربيع. هنا طلاب اكو فد نقطه مهمه، طبعا خلي اكمل على 4 حتى اقول لكم عليها النقطه حتى لا تغلطون بيها. الفي تربيع اللي هي شنو؟ الفي تربيع هي في 2، يعني مو عفوا مو في تربيع، في 2 1.2. زين هنا اكو نقطه مهمه الطلاب عاده يغلط بها، يربع فقط ل 300. هنا التربيع تدخل على البسط والمقام، فاما انت تقول 300 تربيع و1000 تربيع، واما تقسم 300 على 1000 الناتج اللي طلع تربع. زين فهسه اجيب الحاسبه مالتي شو اقول؟ اقول 300 تقسيم 1000 اربع الرقم اضربه في باي راح يطلع لي رقم، بعدين الرقم اقسمه على 4. زين طلع لي هذا، خلي اكتبه هنا اخاف احتاجه، 0.071. انا حكتبه فوقها 0.071، بعدين اضربه في 1.2 اللي هي السرعة حتى طلع التصريف، يطلع لي 0.085 حتى اقرب الناتج. اذا انا حكتبه بالاحمر ويساوي 0.085 شنو يصير؟ متر مكعب على الثانية. ليش متر مكعب على الثانية؟ هنا عندي هاي متر مربع مساحة، وهاي عندي متر على الثانية سرعة، فيصير متر مكعب على الثانية، هاي تعرفوها انتم. زين هذا المطلب الاول. المطلب الثاني يريد السرعة الاولى، فأنا بما انه الكيو صار عندي معلوم، هذا الكيو صار معلوم، فاجي اطبق القانون اللي يقول كيو 1 تساوي اي 1 في 1. هو شي يريد من عندي الفي، خليها باللون الاحمر، زين يريد من عندي الفي، طبعا نفس الشيء اجي انزل ارقام اللي هي شنو؟ الكيو 1 شو تساوي لي؟ 0.085 ويساوي الاي 1 شو تساوي لي؟ الاي 1 ايضا انا ما معطيني اياها حاضره، وانما معطيني 150 القطر هذا، احوله ايضا الى متر واحد، فاقول باي دي تربيع دي 1 تربيع على 4 زين في الفي 1 اللي هو يريدها. زين هنا اجي اعوض اقول و يساوي الباي الدي ايش قد؟ هي 150 تقسيم 1000 الكل تربيع على 4 في السرعة اللي هي ايش قد؟ هو احنا نريدها السرعة، فاقول في 2، هاي بدي اكتبهم باللون الاحمر حتى تعرفون انه هو هذا المطلوب. زين في 2. زين هسه ما نشيل الاقواس ما يحتاج. زين هسه شو اسوي؟ مجرد اصفي هذا المقدار اللي هو بجانب الفي 2، اقول 150
تقسيم ألف أربع الرقم بعدين أضربه في باي بعدين أضربه في باي يطلع لي ناتج. الناتج أقسمه على أربعة راح يطلع لي 0.018. هلا كتبه فوق أخاف أحتاجه. المساحة 0.018. بعدين في جد في طبعا هنا هو ما عندنا الفي لازم احنا نريدها، فش نسوي هسه؟ نقول من عندها هذا هنا خلي سهم، نقول من عندها ايش راح يساوي لي الفي 2؟ الفي 2 ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 0.085 اللي هو التصريف تقسيم المساحة اللي هي 0.018 زين، ويساوي ايش قد يطلع لنا الناتج هنا؟ خلينا نشوف، نقول 0.085 تقسيم 0.018 يساوي 4.72. خلينا نكتبها باللون الأحمر حتى نعرف إن هاي سرعة 4.72. شنو وحداتها؟ متر على الثانية. ليش متر على الثانية؟ عندي التصريف متر مكعب بالثانية أقسمه على متر مربع يطلعني متر بالثانية. زين زين، هسه هذا أيضا المطلب الثاني أيضا خلاص. فصار عندي التصريف عرفته والفيتو عرفته، هذا التصريف عرفته وصار عندي الفيتو ايضا. العفو هنا اسف اني الفي 1 بدي احكي على الفي 1 اسف، هنا هاي الفي 1 حتى لا يصير اشتباه، هذا في 1 زين، وهذا حخليه هنا في 1 نفسه باللون الاحمر. زين هسه خلاص هذا المطلب. نجي على بعد شيء يريد عندنا الكيوتو. الكيوتو شو تساوي؟ الكيوتو هو هنا عندي انا يعني بالقانون الكيو 1 شو تساوي لي؟ الكيوتو لانه ما عندي تفرعات وما عندي تسرب وما عندي تبخر. زين فهنا ايش راح يصير عندي؟ مجرد اقول كيوتو تساوي كيو 1 وتساوي 0.085 متر مكعب. الوحدات لا تنسوها، متر مكعب على الثانية. زين هذا هم خلصنا من عنده. نجي بعد على شنو؟ الدي 3. الدي 3 هنا لازم ننتقل الى هذا الشق من المعادلة، هذا الشق. بس الكيو بعد احنا ما خلصنا ما نحتاجه. نجي شو نقول؟ نقول يابا الكيو 1 يساوي كيو 2 وش يساوي لي؟ يساوي لي 0.58 صحيح؟ زين زين، هسه شنو اقول؟ اقول كيو 2 صار عندي معلوم ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي كيو 3 زائدا كيو 4. زين أنا الكيو 3 وكيو 4 نيات المجهولات، لكن عندي معادلة تربطهم. المعادلة تربطهم شنية؟ هنا عندي معادلتين قايل لي أما كيو 3 يساوي ضعف كيو 4 وأما الكيو 4 يساوي نصف كيو 3. أنا راح أستخدم هاي المعادلة. طبعا أي معادلة استخدمها أنت ما عندك مشكلة. شو راح أستخدمها؟ أجي أعوض عن الكيو 4 بما يعادلها بدلالة كيو 3. يعني أقول كيو 2 لأنه أنا ما أقدر أحل معادلة بها مجهولين، لازم إذا عندي مجهول بدلالة الآخر أخليها مجهول واحد. فكيو 2 معلوم، كيو 3 هو مجهول، زائدا لكيو 4 شو تساوي لي؟ نصف كيو 3. فأجي هنا أقول نصف كيو 3. الآن صار عندي شنو؟ فقط مجهول واحد وهو الكيو 3. أنا راح أخليه باللون الأحمر حتى نميزه. زين فمن يصير عندك مجهول واحد تقدر تحل المعادله. زين هسه نجي لكيو 2 ايش قد يساوي لي؟ لكيو 2 من خلال هالمعادله نقول ويساوي
طبعا هذا المعامل مالته واحد، فيصير هنا واحد ونص كيو 3. هاي صارت المعادلة كاملة، كيو 2 يساوي واحد ونص كيو 3. زين هسه نجي نعوض، هو شو يريد؟ هو يريد الكيو ويريد ايضا القطر. فهسه القطر خلينا نستخرجه. قبل ما نستخرج القطر نقول ويساوي، من عندها العفو، كيو 3 ايش راح تساوي لي؟ كيو 3 راح تساوي لي كيو 2 تقسيم نصف، صح؟ تقسيم العفو واحد ونصف. زين الكيو 2 ايش قد؟ الكيو 2 هياته 0.085 تقسيم واحد ونص. نشوف ايش قد يساوي بالحاسبة، 0.085 تقسيم واحد ونص يطلع لي 0.057. 0.057 شنو هو؟ ايضا متر مكعب على الثانية. زين نخلي جوا خط احمر حتى نعرف. زين هسه هنا شو اسوي؟ اجي اقول كيو 3 بعد ما صارت معلومة عندي كيو 3 ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي اي 3 في في 3. زين الاي 3 مجهوله لانه دي مجهول والفي 3 معلومه. زين فهنا ايش اسوي؟ اجي اقول ويساوي باي دي 3 اللي هو يريده تربيع تقسيم 4، هاي المساحه في الفي. الفي 3 ايش قد؟ اشوفها بالجدول، 1.4. اذا 1.4 هنا هسه شو اسوي؟ دي كيو 3 اعوض عنها، خلينا نكتبها في 2 حتى بعدين اعوضها كلهن، في 3 قصدي بعدين اعوضها كلهن. زين هسه نجي نعوض الكيو 3 ايش قد؟ 0.057 حياته. زين يساوي باي دي 3 تربيع على 4 في 1.4 اللي هي السرعة الثالثة. هاي زين السرعة الثالثة. هسه نجي نشوف الدي من عند هاي المعادلة دي ايش راح تساوي. طبعا هنا دي اذا كتبه باللون الاحمر على مود نعرف انه هو المجهول مالتنا. هذا الدي وهذا ايضا نفس الشيء هنا دي. زين هسه الدي ايش راح يساوي لي؟ دي 3 الدي 3 ايش راح يساوي؟ راح يساوي بعد ما اصفي المعادله، طبعا هو تربيع فاخلي جذر، ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي هذا المقدار اللي هو 0.057 زين في 4 تقسيم باي في 1.4، صحيح؟ هذا راح يصير عندي المقدار كله راح يكون تحت الجذر. زين فهسه هنا من اجيب الحاسبه احسب ايش راح اقول؟ 0.057 في 4 بعدين اقسم على باي بعدين اقسم على 1.4 1.4 اخلي كل المقدار تحت الجذر يطلع لي 228 بالالف ويساوي 200، خلينا نقول يساوي 228 بالالف شنو؟ انا اجدها قطر، فاذا متر. ليش متر؟ لانه انا هنا التصريف متر مكعب استخدمته والمساحه متر مربع، العفو السرعه متر بالثانيه، فيطلع لي متر. من اعوضه بالجدول، هو بالجدول ملي متر، فش اقول هنا؟
يساوي 228 بعد ما أضربه في ألف يرجعني مليمتر. زين، بعد شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا يريد السرعة الرابعة. السرعة الرابعة بسيطة جدا، ليش؟ لأنه إحنا هسه هنا عندنا الـ Q3 معلوم، وعندنا المعادلة اللي تربط الـ Q4 ويا Q3، هذه Q4 تساوي نصف Q3، فأجي أعوض هنا Q4. هو شيء يريد من عندي، يريد السرعة. زين، أنا شو أستخرج السرعة إذا ما عندي الـ Q؟ لازم أستخرج الـ Q. فهنا شو أقول؟ شو راح أقول؟ راح أقول بما أنه Q4 تساوي نصف Q3 نصف Q3، إذن Q4 راح تساوي لنصف في هذا المقدار اللي هو 0.057، وتساوي راح تساوي عندي هنا 0.5 في 0.057 يصير 0.285، 0.0285. طبعا متر مكعب، طبعا الوحدات جدا مهمة لا تنسوها، متر مكعب بالثانية، مو صحيح؟ زين، هسه هنا ومن عندها اقول اذن هنا بما اذن شو اقول؟ اقول هذا الصفر الكيو اللي هو 0.0285 اللي هو الكيو، ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي المساحة الاي 4. اقول لا، هنا خلي افصلها اكثر، اقول وبما انه وانا مسحها، وبما انه الكيو 4 تساوي لي A4 V4، إذن إيش راح يصير عندي؟ إذن 0.0285 راح يساوي لي باي D4 تربيع تقسيم 4، هذا المساحة الرابعة على A4 في ال V4 اللي شنو اللي هي مجهولة اللي هو يريدها. زين، في الـ V4 حخليها باللون الأحمر، لا أيضا راح أخليها باللون الأحمر. زين، هنا سأشور بس أعوض القطر. القطر إيش قد هنا عندي؟ القطر عندي 75 مليمتر، فأيضا أقسمه على ألف. فش راح أقول؟ أقول هنا يساوي زين يساوي باي، بعدين افتح قوس 75 على ألف الكل تربيع على 4 في شنو؟ في الفي فور عفوا. زين، هسه اجي اصفي المقدار هذا، شو ايش قد يطلع؟ تلاعب اخوي. بعدين اقول 75 تقسيم ألف، اربعها أضربها في باي، أقسمها على 4، يطلع عندي 0.0044. إذا هنا أقول شو أقول؟ أقول يساوي هذا هنا حكيت فيه حتى هاي 0.0044. فهسه ال V إيش راح يساوي لي؟ ال V4 أقول هنا إذن ال V4 راح تساوي لي التصريف اللي هو 0.0285 تقسيم 0.0044. شوف ايش قد يطلع، 0.0285 تقسيم 0.0044 يطلع لي 8.5، يطلع لي 6.48. إذا يطلع لي شنو؟ 6.48 متر على الثانية. زين، هسه خلي هاد ملاحظة أريد أبين لكم إياها.
هاي الملاحظة شنو؟ خلي نجي طبعا راح شوي أمسح من الكتابة، راح أمسح من الكتابة بس خلي أشوف، أو خلي أسوي صفحة جديدة، أخذ أسوي صفحة جديدة. طبعا هنا راح تشوفون أكو فد ملاحظة مهمة عاد أقول لكم عليها. خلينا نجي بس نعوض هنا معدل الجريان، معدل الجريان الأول اللي قد طلع عندنا، معدل الجريان الأول طلع عندنا 0.085. أنا ما يهمني معدل الجريان، يهمني السرعة. السرعة الأولى الـ V1 طلعت عندي 4.72، هاي هنا 4.72 زين. وعندي السرعة الأخيرة ايش قد طلعت؟ طلعت عندي 6.48، 6.48 زين. القطر الثالث ايش قد طلع عندي؟ الدي ثري طلع عندي هيعته 0.228، يعني 228 لا بالمليمتر، 228. لو تلاحظون هنا طلاب، شوفوا احنا عندنا هسه التسلسل مالتهم راح يصير شنو؟ تنازلي راح نبدي. هذا اقل قطر، ويجي ورا هذا، ويجي ورا هذا، بعدين هذا. فخلنا نكتبها هسه 75، هاي بالنسبه للدي الاقطار 75، بعدين وراها 150، وراها 228، وراها 300. زين خلينا نجي نكتب السرعة. السرعة ايش قد عندي؟ ال 75 السرعة مالتها 6.48، وال 150 السرعة مالتها ايش قد؟ 4.72. زين وال 228 ايش قد؟ 1.4، وال 300 1.2. شو تلاحظون طلاب؟ هنا نلاحظ على شو نلاحظ هنا؟ نلاحظ بأنه كلما زاد القطر أي زادت المساحة، السرعة ايش راح يصير بيها؟ راح تقل. ليش؟ أنا عندي الـ Q شو يساوي لي؟ يساوي لي A في V. فإذا زادت الـ A الـ V راح تقل، هذا ثابت كونستنت ثابت زين. وإذا قلت الـ A السرعة شو يصير بيها؟ راح تزيد. فإذا بهذا المثال لو تلاحظون كل ما يقل القطر راح شنو؟ كل ما يزيد القطر السرعة شو راح يصير بيها؟ راح تزداد، والعكس بالعكس. أرجو أن تكونوا قد فهمتوا هذا السؤال. تحياتي لكم جميعاً.